مراسم جنائزية نظمت في تركيا لعدد من الضحايا الذين قتلوا ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة خلال عملية إطلاق نار نفذها مسلح في أحد الملاهي الليلية المطلة على ساحل البوسفور في مدينة إسطنبول قبل أن يلوذ بالفرار. وفي مطار بيروت استقبل رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الجرحى وجثامين ضحايا اعتداء إسطنبول، وكان أعلن عن مقتل 3 لبنانيين وإصابة 4 آخرين بجروح. أما في ألمانيا فقد زينت بوابة براندنبورغ في برلين بالعلم التركي تضامنا مع أهالي الضحايا، وقد قتل خلال الهجوم 39 شخصا.